اللاذقية، جبل الأكراد، 2/7/2012. قوات النظام تقوم بإشعال الحرائق في غابات الجبل. الله أكبر، غابات جبل الأكراد تحترق. هذه الحرائق مستمرة اليوم الثالث على التوالي، وهي ناجمة عن القصف المروحي. الله أكبر. امتداد الحرائق على مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية. قوات النظام لأنها فشلت في السيطرة على جبل الأكراد فإنها تحاول الآن إرغامه، وذلك بإشعال الحرائق فيه. الله أكبر. الله أكبر. الحرائق في جبل الأكراد 2/7/2012. الله أكبر عليك يا بشار. حرائق في جبل الأكراد 2/7/2012. الحرائق اقتحمت مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الزراعية. يحاول بعض المواطنين إطفاء الحريق ولكن دون جدوى بسبب ضخامة الحريق وعدم توفر الإمكانيات اللازمة.